يأتي بعد الأذان الثاني ومن يأتي حتى في نهاية الصلاة. هل هذا يقبل يعني يكتب له الجمعة كما أتى مثلا قبل الأذان الأول؟ نعم، هل يدرك من صلاة الجمعة ركعة بيكون أدرك صلاة الجمعة، والذي لا يدرك ركعة ينقلب ظهرا. نعم، أنا جاوبتك لأنه يدرك ركعة ما أدرك ركعة الأولى، وبالتالي ما أدرك الخطبة. فمن قال عليه السلام من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة. أصبح الخطبة لا أهمية، أنا جئت لا أريد أن أسمع الخطبة، أصلي ركعتي جمعة سامحك الله، قول آمين. قول آمين لأنه دعوة هذه للجميع إن شاء الله. هذا أخي، الصلاة بصورة خاصة من بين عبادات أحكامها تختلف، بعضها شرط أو ركن، وطبيعة الشرط والركن أن العبادة لا تصح بتكون باطلة إلا بهما. بعض هذه العبادات أو الأجزاء من العبادة التي هي الصلاة ما بتكون شرط ولا ركن، بتكون فرض أو واجب. الفرق بين الفرض والواجب هو أنه ما بيلزم من إضاعة الفرض أو الواجب ضياع العبادة كلها. الآن نضرب نحن مثلا بما نحن فيه، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فما بيجوز الإنسان مجرد ما يسمع الأذان أن يعمل شيئا، بيع وشراء يكون باطل لا ينعقد، ويذهب لذكر الله يعني لسماع الخطبة، فهذا واجب عليه، لكن لا يعني أنه إذا فات هذا الواجب بطلت الصلاة، لأنه ما هو ركن من ركن الصلاة. عرفت كيف؟ فإذا رحنا أخذنا بالآية نهتم بسماع الخطبة لا سيما ونحن أهوج ما نكون في هذا الزمان اللي انصرفت همة الناس شبابا وشيوخا عن العلم تعلما وتعليما. أنا أدركت في بعض المساجد في دمشق ندخل في أي وقت من أوقات الصلاة فنجد حلقات منعقدة في أطراف المسجد، هذا الشيخ بيدرس على الطلاب دون حديث، هذا بيدرس تفسير، هذا بيدرس فقه، هذا بيدرس نحو لغة إلى آخره. الآن أصبحت المساجد كلها خاوية على روحها، وفي كمان المعالجات اللي تصدر من وزارة الأوقاف هي نفسها على طريقة معالجة أبي نواس وداوني بالتي كانت تداوى، انتهى الصلاة سكر الأبواب بدل ما نجي نحض الناس، بدل ما نحض الناس على أنه يلزموا المساجد، والرسول عليه السلام جعل من الرباط أن ينتظر المسلم الصلاة من الصلاة للصلاة الثانية. الشاهد نحن اليوم أصبحنا بعيدين عن الحياة الإسلامية كل البعد. فشو بقي عندنا؟ بقي عندنا أشياء لابد منها، منها صلاة الجمعة وخطبة الجمعة. فأنت بتقول إذن ما في ضرورة أنه نحضر خطبة الجمعة، ما في ضرورة لتصحيح صلاة الجمعة فريضتها، لكن هي ضرورة مستقلة منفردة لحالة لابد منها تنفيذا للأمر الإلهي السابق، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.